اشترطوا لأكل أو إباحة أو حل ما يصيده الطير أو يعني الحيوان المفترس كالكلب والنمر والفهد وغيرها، اشترطوا 3 شروط، شرطان متفق عليهما وشرط مختلف فيه. الشرط المتفق عليه وهو أنه إذا استرسل استرسل، يعني إذا أرسله صاحبه انطلق، يعني يأتمر بأمر صاحبه، وإذا انزجر وإذا زجره صاحبه انزجر، يعني سامع مطيع في الانطلاق وفي التوقف، هذان أمران. الأمر الثالث قالوا ألا يأكل من الصيد. طيب لماذا اشترط هذا؟ قال هذا دليل تعليمه، لأنه إذا أكل دل على أنه غير متعلم أو لم يكتمل تعليمه، كذلك إذا استرسل بنفسه دليل على أنه أيضا لم يتعلم بعد، إذا انزجر فلم ينزجر دليل على أنه غير متعلم.